لو دخلتي على الفيديو يبقى الفيديو ده بيهمك. معاكم سارة صبحي، يلا بينا نبدأ الفيديو بسرعة. بعد خبرتي وبعد ما عملت سيرش كتير وبعد ما اتعرضت لحاجات كتير، اتعلمت 4 حاجات اساسية علشان تخلي المطبخ بتاعي يبقى نظيف ويبقى مرتب، واخش كده يفتح نفسي ان انا اطبخ بقى واعمل كوباية شاي وكده. تمام، الصروش المريانة اللي انا لابسها دي وتبقى في المطبخ وبتاع، فلبس الديكور كله على بعض. تمام، اول حاجة معايا ان لازم نفضي مكان على الرخام علشان تشتغلي فيها براحتك، وتبقى منطقة مخصصة للعمل كمان. يعني ما يعني مثلا انت عندك حتة رخامة هي فاضية، فخليها فاضيه للاخر، علشان لو انت مثلا بتفردي عجينه بيتزا او بتفرغي او بتعملي مثلا خلطه وعايزه توابل كتير جنبيكي او حاجه، ما تبقيش ما تحسيش ان الدنيا زحمه قدامك كتير، وتبقى الدنيا كويسه معاكي. ده ما يعتقدش ابدا ان لازم يكون ادواتك كلها قدامك اللي انت بتستعمليها يوميا في المطبخ، زي الخلاط او البرطمانات او المعالق والمغارف والحاجات دي، عشان مش كل شويه هتقعدي تفتحي في الدراج وفي الارفف. تمام، بس لازم يكونوا محكمين في مكان، يعني تحطيهم على صينيه مثلا او على اي ديكور يبقوا في مكان واحد، عشان ما يبقوش متبعترين في على الرخامه كلها. عندي بقى نقطه مهمه برضو، انت مثلا بتعملي شوربه خضار، فلازم انت مثلا قشرتي البطاطس فتنضفي اول باول. يعني انت مثلا قطعتي البطاطس والقشر بتاعها خلاص، حاولي تحطيها على صينيه او في كيس بلاستيك، وبعد كده ارميها في باسكت الزباله على طول. البصل هكذا، الطماطم هكذا، فده هيسهل لك جامد قوي لما تيجي تخلصي، هتلاقي ان الرخامه كده كده ما توسختش وهي نظيفه، علشان انت بتنضفي اول باول. كذلك للبوتاجاز، اول ما تخلصي تنظيف طبيخ او تخلصي حتى عين، بتنضفي على حوالين البوتاجاز، ولما بتخلصي طبيخ خالص بتنضفي جوه البوتاجاز بقى بمنديل او وايبس، علشان لو مثلا في زيت طرطش او اي حاجه تبقى الدنيا سهله بالنسبه لك، وما تساعديش ان البوتاجاز يتوسخ وتقعدي بقى تدعكي فيه بقى بسلك المواعين والكلام اللي احنا ايه كنا نعمله في الاول ده. تمام، عندي كمان ترتيب الاضرف، يعني ازاي انظم المطبخ بتاعي، ازاي ارتب الاضرف من جوه. تمام، هنحط الكوبايات مع الكوبايات، والمجات مع المجات، والاطباق مع الاطباق، والبولات مع البولات، يعني والحلل مع الحلل، والصواني مع الصواني، علشان مثلا لما يكون حد غريب بالنسبه لي جاي داخل المطبخ عايز يجيب حاجه من المطبخ، فاقول له شمال في يمين، يبقى هو عارف المكان على طول، مش هيروح يجيب كوبايه من هنا وكوبايه من هنا ودوخ الناس معايا. عندي بقى اخر نقطه بالنسبه لي هو التزيين. انا خلاص نظفت وخلاص رتبت وفضيت الرخامه علشان انا كنت بشتغل فيها، نيجي بقى ايه على التزيين. يعني ايه تزيين بالنسبه لي؟ يعني 4 حاجات، انا عندي 4 حاجات بحطهم في المطبخ بتاعي عموما، انا بحبهم علشان يدي فخامه، يعني بحس ان بقى المطبخ بقى فيه رقي. هو ايه بقى؟ الرخام قدامي اهو، بيتحط عليه ازاز مثلا، نحط عليه فازه ازاز ماشي، او اي ديكور ازاز مثلا بونبونيرة صغيره نحط فيها سكر وكده. انا عملتها بكده في الكوفي كورنر بتاعي، ان انا حاطه 3 بونبونيرة جنب بعض صغيرين خالص، هم يعتبروا سكريه جايين على كريستال شويه، حاطه فيهم النعناع وحاطه فيهم المرمريه، نقطتها حلوه قوي، جربوها على الشاي ماشي. و يعني اي حاجه ازاز، دي اول نقطه. تاني حاجه عندي الخشب، انا بحب الخشب جدا في المطبخ. الخشب مش مكلف اصلا ان انت تحطيه في المطبخ، يعني مثلا ممكن تحطي صينيه خشب، ممكن تحطي كوسترات خشب، ممكن تحطي اللي هي حامل المجات خشب وهو رخيص اصلا، ممكن تحطي قطاعات خشب، ممكن تحطي حاجات كتيره خشب، ده برده بيدي المطبخ فخامه، يعني الطبيعه ماشي. الحاجات بقى النحاس، انا بحب حاجات النحاس اللي هي تبقى لونها نحاس كده، بحبها جدا بقى في المطبخ، بحس ان هي بتدي ضاي بيريحني نفسيا. تمام، ممكن نحط كمان جنب ال3 حاجات اللي انا قلتهم دول الاستانلس، انا يعني بحب برضو المنظمات الاستانلس، وبحب الحاجات السكر الاستانلس وكده، بحس برضو ان ايه يعني جربوا كده حطوا حاجه نحاس جنب حاجه استانلس، يعني الاثنين عكس بعض، بس هتحس ان هما ادوا تواصل مع بعض وبقى شكلهم حلو، وهيدي رقي للمطبخ زي ما انا قلت. الاضاءه بتاعت المطبخ لازم يكون اضاءه انت مرتاحه ليها، وتبقى اضاءه سهله المسح، يعني ايه ما تحطيش نجفه طويله هتتملي زيوت بعد كده فمش هتعرفي تنضفيها، حطي حاجه سهله بالنسبه لك ماشي. بس انا بقى بهتم بالتفاصيل شويه كمان، وممكن تحطي مجات تكون مريحه للعين، انت بتحبيها، احنا كبنات بنحب المجات جامد. وانا بقى بقول مجات ليه؟ انا عندي حاجه يعني عندي رأيي مش بعرف اغيره وماشي عليه على طول، حتى لو في حاجه عجباني قوي احطها في المطبخ كديكور، ابص لها كده اقول هي عجباني قوي، بس يا ترى هي هتتحط كديكور بس؟ ما انا بحب احط الحاجه في المطبخ تبقى ديكور وتدي شكل، بس بنفس الوقت تبقى لها استعمال،
استعمال غير الديكور عشان احس ان فلوسها حلال. بمعنى اصح يعني مثلا هقول لكم زي ايه، يعني انا مثلا اتكلمت ان انا احط فازه، ماشي، فازه ساده خالص ازاز شكلها حلو قوي. الفازه دي انا بحط فيها المغارف الخشب بتاعتي والمضارب، وبتبقى شكلها برضو عسول قوي، وبتبقى يعني الحاجات دي بتبقى شكلها عسول ومحافظه عليها وبستعملها، فبالتالي هي بقت ديكور في نفس الوقت اللي انا بستخدمها. الساعه مثلا، انت عاجبك ساعه ديكور اللي هي ديكور المطبخ ده مثلا، فكده كده انت تستعملي الساعه، لان الساعه انت تعرفي الساعه كام منها، تمام، فلازم تحطي فيها حجر عشان تستعمليه. عندك مثلا الميزان، الميزان ده بيعتبر ديكور في نفس الوقت انت بتوزني عليه، يعني مش حاجه بتحطيها كديكور وخلاص، لا انت بتستعمليه. هي ده يعني هو ده وجهة النظر بتاعتي في تزيين المطبخ، ماشي. ممكن نحط يعني حاجة مثلا لو انت بتحبي اي حاجة لونها اخضر في المطبخ، تمام، بس ما تكتريش، لان يعني هتزحم الدنيا على الفاضي. ممكن نحط مثلا فازة صغيرة لونها اخضر بسيط اللي هي تدي بس ايه حاجة، ولو هي طبيعية تبقى طبعا احسن، ماشي، عشان نهتم بيها بقى ونسقيها والحاجات دي، ماشي. انا كده اكون خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم الافكار والنصايح بتاعتي، وتابعوني الفيديو الجاي، وباي باي.